لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفي والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، إن ربنا جل وعلا لما فرض العبادات جعلها عبادات بصور متنوعة، فمنها عبادات قولية، ومنها عبادات بدنية، ومنها عبادات قلبية، ومنها عبادات مالية، وجعل الله تعالى لكل واحد من هذه العبادات نوعا من الأعمال التي تقوم به. وإن أفضل العبادات القولية هو ذكر الله جل في علاه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. لن نتحدث اليوم عن الأذكار وعن فضل الذكر عموما، وإنما سنتحدث عن باب هو من أفضل أبواب الذكر، ألا وهو الاستغفار. إن من أعظم ما يذكر الإنسان به ربه هو الاستغفار، كما قال الله جل وعلا: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستغفر لأمته، فقال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وأمر الله تعالى أنبياءه عموما بالاستغفار، فأمر الله تعالى نبينا عليه الصلاة والسلام فقال الله جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وداود عليه السلام قال الله تعالى عنه في كيفية استغفاره ودعائه لله جل وعلا وإقباله على الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. نوح عليه السلام يقول: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. إبراهيم عليه السلام كان يقول: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آدم عليه السلام كان يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لوترحمنا لنكونن من الخاسرين. سليمان عليه السلام قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة.
رواه البخاري. وفي رواية مسلم قال أكثر من 100 مرة، يعني أكثر من 100 مرة طوال اليوم تسمع من النبي عليه الصلاة والسلام يقول أستغفر الله أستغفر الله، حتى قال عنه عبد الله بن عمر كما عند أبي داود إن كنا في المجلس الواحد نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. جميع الأنبياء أمروا أقوامهم بالاستغفار، وهو طلب المغفرة، طلب السماح، طلب التجاوز من ربنا عز وجل مما يقع فيه الإنسان سواء من التفريط في فعل الطاعات أو الوقوع في المخالفات. نوح عليه السلام كان يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، وكذلك هود قال لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، صالح قال لقومه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، شعيب عليه السلام قال لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. أيها المسلمون، إذا كان هذا شأن الاستغفار وأن جميع الأنبياء يأمرون أقوامهم بالاستغفار، بل إن ربنا جل وعلا مع رفعته لقدر الأنبياء وإجلاله لمنزلتهم مع ذلك يقول لهؤلاء الأنبياء استغفروا ربكم، يؤمر به نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يؤمر به هود وصالح وإبراهيم وجميعهم يفعلونه في عبادتهم لربهم. فإخبار ربنا جل وعلا بشأن الاستغفار وذكره في القرآن ينبغي أن يدفعنا جميعا إلى الإكثار منه. أقبل رجل إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال له إني فقير لا مال عندي، قال أكثر الاستغفار. فأقبل إليه آخر واشتكى إليه أنه قد تزوج ولم يرزق بأولاد، قال أكثر الاستغفار. فأقبل إليه ثالث واشتكى إليه أنه عنده مزرعة لكن لا مطر ولا زرع، قال أكثر الاستغفار. فسأله بعض من عنده قالوا يا أبا سعيد هؤلاء سألوا أسئلة مختلفة وأجبتهم جوابا واحدا، فقال نعم، أما سمعتم الله تعالى يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فجعل الله تعالى ثمرة الاستغفار في الدنيا يراها الإنسان قبل الآخرة، بل أمرنا الله تعالى جميعا أن نستغفر لمن سبقنا من السلف ومن الصحابة الكرام. ألم تسمع قول الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم، يعني نحن، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني اغفر لنا وتجاوز أيضا عن إخواننا الذين سبقونا من الصحابة والسلف الصالحين. هناك مواضع أيها الأحبة الكرام أمر الله تعالى بها بالاستغفار، وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستغفر خلالها. ما هي هذه المواضع؟ هي كثيرة، من ضمنها بعد الوضوء يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتبت له في رق ثم طبعت بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة، تحفظ له في رق يعني في صحيفة وتجمع له عند الله جل في علاه. وعند الصلاة في حديث أبي بكر أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، كما رواه البخاري. إذن أثناء الصلاة في سجودك وفي غيره من مواضع الدعاء أكثر من الاستغفار وطلب المغفرة. في الركوع والسجود كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما في الصحيحين. وبعد الانتهاء من الصلاة إذا سلم الإنسان أول لفظة يقولها أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وبعد الإفاضة من عرفات قال جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويستحب الاستغفار في مواضع كثيرة خاصة بعد الوقوع في الذنب، لو أن الإنسان فرط في صلاة أو وقع في غيبة أو نظر إلى حرام
فينبغي له أن يتبعها مباشرة بالاستغفار، كما قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فإذا ذكروا الله ماذا فعلوا؟ قال: فاستغفروا لذنوبهم، قالوا: يا ربي أنا أخطأت، يا ربي سامحني، يا ربي تجاوز عني. فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يقول أهل العلم: إن الذي يستغفر لذنبه لا ينطبق عليه أنه مصر على ذنبه، وذلك أن المصر هو الذي يفعل الذنب ولا يستغفر، وكأنه يتساهل به. لكن الإنسان الذي ينكسر بعد ذنبه ويدل وينطرح بين يدي رب العالمين، هذا حري أن يكون أهلا للمغفرة والرحمة. فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بل نحن مأمورون في الصباح والمساء بالاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري عن شداد بن أوس قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فأمر بهذا الذكر في صباحه وفي مسائه، لذا سمي سيد الاستغفار. كما كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه نعي أحد استغفر، لما أخبره جبريل أن النجاشي رضي الله عنه قد مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم. وفي حديث أم سلمة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند أبي سلمة، وذلك أنها كانت زوجة لأبي سلمة، ثم لما مات عنها رضي الله عنه تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. قالت: دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا خرج، إذا قبض، تبعه البصر، فضج ناس من أهله، يعني بكوا لما علموا أنه قد مات. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. لذلك لا يجوز عند الحضور عند الميت أو عند حمل جنازته أن يبكي الإنسان ويدعو على نفسه، كأن يقول بعضهم مثلا: يا ليتني مت قبلك، أو لا لذة للحياة من بعدك، وما شابه ذلك. قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في أهله، في عقبه، في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه. يستحب عند الميت أن يدعى له، أو إذا جاءك النعي. كذلك إذا دفن الميت يستحب الاستغفار. لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام ميتا وقف عليه قال: استغفروا لأخيكم، وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل، كما عند أبي تاود. كذلك يستحب الاستغفار في ختام المجلس، فيقول في ختام المجلس كفارة: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يستحب الاستغفار بعد الخروج من الخلاء، فإذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، يعني يا رب اغفر لي ما دام أني تنظفت من الأذى الحسي من بول وغائط، كذلك يا ربي أنظفني من الأذى المعنوي وهو الذنوب. فهذه أيها الأحبة الكرام فضائل متتابعة لاستغفار ربنا جل وعلا وطلب الرحمة والتجاوز والسماح منه. وهذا هو دأب العبد الضعيف المنكسر أمام الملك العظيم الجبار جل وعلا، فلا يصر على ذنبه ولا يستغني عن ربه، بل دائما يشعر نفسه أنه فقير إلى رب العالمين بالإكثار من الاستغفار، لعل الله تعالى أن يرحمه. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المكثرين من الاستغفار، وأن يجعله هجيران صباحا ومساء. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه
وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، إن الاستغفار مجلبة للأرزاق كما تقدم ذلك من قول الله جل وعلا: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكذلك في قوله جل في علاه: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وكلما كان العبد مستغفرا كانت الرحمة قريبة منه. في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما يحكيه عن ربه عز وجل، قال: أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب. العبد رجع مرة ثانية بعد ما استغفر ورجع وأذنب، فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى وهو الرحيم، قال: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، يعني إن شاء عذب وإن شاء رحم، يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، قد غفرت لك. قال: فعاد العبد وأذنب، يتوب من الذنب ثم تغلبه نفسه فيعود فيه مرة أخرى، ثم يتوب ثم تغلبه نفسه فيعود فيه، أذنب ثالثة، عاد فأذنب، قال: يا رب اغفر لي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم إن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وقوله هنا، والحديث عند مسلم، قوله هنا اعمل ما شئت، يعني إن هذا الذنب إذا كنت ستستغفر من بعده دائما فهو أهل للمغفرة، فليس ذلك تشجيعا للعبد أن يعمل الذنب، كلا، بل إن الذنوب جراحات ورب جرح أصاب مقتلا، لكنه تشجيع للعبد أن يكون دائما استغفار وألا يقنط من رحمة الله جل وعلا. بعض الناس أحيانا تأمره بالتوبة من ذنبه فيقول: يا شيخ أنا ذنبي عظيم ما يغفر. سبحان الله، من ذا الذي يتألى على الله ألا يغفر ذنبا؟ إن الله قد غفر لأقوام عبدوا أصناما وفعلوا ما فعلوا من أنواع الشرك، ومع ذلك لما تابوا وأنابوا وآمنوا وأسلموا وتركوا شركهم غفر لهم. لكن العبد ينبغي أن يصدق في انطراحه بين يدي الله تعالى وفي طلب المغفرة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قال: وعزتك يا ربي لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. والحديث في مسند الإمام أحمد. وقال الله جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما قال يجد الله شديد العقاب، يجد الله منتقما جبارا، لا، قال يجد الله غفورا يعني لذنبه، رحيما يعني بحاله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله، أهم شيء أن يتبع دائما أعماله بالاستغفار. اغتاب أحدا، ظلم أحدا، سب أحدا، لعن أحدا، فوت صلاة، وقع في معصية، أن يكون دائما يتبعها بالاستغفار وطلب الرحمة والمغفرة. قال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المكثرين بالاستغفار. اللهم اجعلنا ممن تمتلئ صحائفهم بالاستغفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك حتى يلقاك، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته، تجاوز عن سيئاته، واجمعنا به بجنتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذر الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد مجتمعنا ونساءنا وإعلامنا أو أراد ديننا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره وافضح خططه يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم في بلادنا. اللهم انصرهم في العراق وانصرهم في أفغانستان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا
يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم كن للمجاهدين ولا تكن عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، وتقبل شهداءهم، وداوي جرحاهم، وارحم موتاهم، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.